في تالنت في الثوره، في ثوره جت تالنت. اول مره ابو جي مش تركي عن فئه الشعر، ما خلت التلفزيون ما قالت فيه القصيده. نو واي، هاي نو واي تخسر. يلا فشل الحكومه، زهقتوني حياتي، لمين بشكي همومي للحريري ومئاتي، بالوطني هجرتوني وعلى الغربه وديتوني. يلا مشي الحكومه، زهقتوني حياتي، لمين بشكي همومي للحريري ومئاتي، بالوطني هجرتوني. يا حكومتنا يا مهضومه، عن كراسيكي يلا قومي، شوفي شعبك وين صار، صامد وقوي وما بينهار. ولو خلصت التلفزيون، قمت فتحت المايكروويف، طلعت لي قالت لي انا لبناني، قشطوا لي شنتاني، انا حنتاني، فنتي فنتي فنتاني، انا بالطائفية والحتة العنصرية والتلفزيونية. في شعر اقوى من هيدا، شعر البيبي اقوى شعر بثورة قتل. عم بتظاهر بهالجولة، بدي اقوله لهالدولة طلعت ارخص من هالشعب ومنها ارخص من بولي. نيا 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 كفى ثورة جات تالنت، رقص تعبيري لأول مشترك كان هيدا. كما نشاهد وكما واضح للجميع أن ما حصل مشهد غير مألوف بالنسبة للمتظاهرين وبالنسبة للتحرك. بيفوت على ميني استوديو مش عارف. في واحد متقدم أكتر مشترك كمان عن فئة رقص التعبيري، بعتقد بيربح. في عبده الثورة هيدا. كان في ناس كمان مشتركين عن التقليد، بعد مشترك عن فئة اللمبي. والفئة العسكرية منه عملت بيان كتير واضح، عم بيسمي وما نحن أخلاق. عملنا إيه أنت؟ شو؟ عملنا إيه؟ ممكن بسكويتس. بس هذا كله ماشي قدام فئة الغناء والغناء الطربي. أنا غنية صغيرة يا فيروز. هون السما حريقي بسمعنا يا حبيبي. المطرب زيزوقة، هيدا المطرب شو عم بمخت.